ده السكشن رقم 2. هو السكشن ساعات تلاقوني هعمل سكشن كبير شوية، ده سكشن بسيط مش كبير قوي. هنتكلم فيه عن الكومبينيشن لوجيك سيركت. المسألة الأولى اللي هنحلها مع بعض يا شباب، بنقول عايزين نعمل ريبريزنتيشن ريبريزنت ذا فولوينج فانكشنز، ومدي لك فانكشن اهي اللي هي اف اوف اكس واي وزد باي. هنعمل ريبريزنتيشن له باني اعمل التروث تيبل وارسم اللوجيك سيركت بتاعتي. اوكي طيب تعالى لو قرينا الفانكشن دي يا شباب، الفانكشن بتقول ايه؟ بتقول اف اوف اكس واي وزد. من هنا اقدر اعرف معلومه. ايه المعلومه؟ ان انا عندي 3 inputs اللي اسمائهم ايه؟ اللي اسمائهم اكس واي وزد. اوكي طيب عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن داله اند وداله اند متجمعين الخارج بتاعهم على دايره اور ما بينهم وكمان معاهم الواي. تعرف ترسم دايره زي دي؟ اظن ما فيهاش مشكله انك تحط الاكس والواي والزد هنا باي ترتيب، ما فيهاش ادنى مشكله، مش مشكله مين يجي قبل مين. انا بس حاطط الزد فوق والواي تحت علشان يبقى الشكل بتاعها شكل عاطفي زي ما انت شايفه كده قدام. عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل داله، اجيب لون بس مخالف، اكس داش زد. فانا عملت، اخدت الاكس اهو وانا ماشي دخلته على انفرتر، طلعت الاكس داش دخلته على داله اند مع الانبوت زد، طلعت الاكس داش زد، وقفت مستني، قلت له الجزئيه دي كده الاكس داش زد دي خلصت. طب عايز اعمل الجزئيه الثانيه اللي هي عباره عن اكس واي داش. فبالمثل اخدت الواي دخلته على انفرتر، طلعت الواي داش، دخلته على دايره اند مع الاكس مثبت، طلعت الاكس واي داش. يبقى الجزئيه دي خلصت. فاضل لي دايره كمان اللي هي اللي بتجمعهم كلهم على بعض. الدايره دي عباره عن دايره ايه يا شباب؟ عباره عن دايره زي ما حضرتك شايف كده، دايره اور. فاخدت خارج الاكس داش الاكس واي داش وخارج الاكس داش زد مع الواي، فالواي اهو والخارج ده والخارج ده على دالة اور اهي، طلعت الاف. اوكي فيها مشكلة رسمة دايرة زي كده؟ يا ريت بس تعملوا لي فيدباك، لو عندكم أسئلة وقفوني، ما عندكوش قولوا لي لا خلاص. لا تمام يا دكتور. طيب أنا شايف إن رسمة أي دايرة سهلة، بس لازم ترسم بإيدك كذا دايرة عشان تعرف إزاي بتوصل بينهم. تعال بقى ناخد الرسمة دي ونروح نعمل التروث تيبل. التروث تيبل بتاع الرسمة دي إحنا بنقول دلوقتي يا شباب أنا عندي إيه؟ قال لك أنا عندي 3 inputs، يبقى المفروض جدول التحقيق بتاعي هيبقى 8 احتمالات زي ما حضرتك شايف كده. ده الانبوت أهو إكس واي زد، فالاحتماليات بتاعته أول واحد بيترص 0 1 0 1 0 1 0 1، اللي بعديه بيترص 0 1 0 1، اللي بعديه بيترص 4 أصفار 4 1. يبقى كده أنا رصيت الثمان احتمالات بتوعي. أوكي طيب المفروض حضرتك تعمل ايه؟ قال لك المفروض حضرتك تعمل زي ما عملت في المحاضره. اخد الانبوت الاولاني اللي هو ده، ثلاث اصفار ده، اقول ده بصفر وده بصفر وده بصفر. الصفر ده هيجي هنا ادي صفر، الصفر ده وهو ماشي هيتنفي يبقى واحد، على اند صفر وواحد على اند يطلع صفر. الصفر ده يجي هنا ده بصفر، الصفر ده وهو ماشي هيتنفي يبقى بواحد، على اند هيطلع صفر. الصفر ده كمان هيجي هنا كده، يبقى تلات اصفار على اور هيطلع صفر. فاروح اقول له ان الخارج في الحاله دي صفر، واكرر العمليه دي 8 مرات مع الثمان قيم اللي موجودين عندي.
الموضوع ده موضوع مرهق شوية، علشان نحله بشكل أسهل بلجأ إن أنا أعمل تروث تيبل كبير شوية. بقول له إن أنا عندي إكس وواي وزد أهم، رصيت الإنبوت؟ قال لك أه رصيت الإنبوت. طب وبعدين؟ محتاج أجيب إكس داش، أقول له سهلة، أدي إكس داش أهي. هتلاقوني أحيانا بعمل الإكس داش كده، أو أحيانا بعملها إكس، إكس داش كده، الاتنين زي بعض، أوكي؟ طيب، عايز أجيب إكس داش، أقول له هو الإكس كان النيتشر بتاعه عامل إزاي؟ كان بيترص أربع أصفار، أربع وحايد، هتلاقي الإكس داش معكوسه بالظبط، أربع وحايد، أربع أصفار. بالمثل، عايز أجيب واي داش، فأقول له خلاص. الواي كانت صفرين وواحدين، صفرين وواحدين، ده هيبقى واحدين صفرين واحدين صفر. خلصناهم؟ اه الحمد لله. أبدأ أبني بقى عمود لكل خارج دايرة موجودة عند حضرتك. هجيب الإكس داش زد. الإكس داش زد ده أجيبه إزاي يا شباب؟ قال لك بكل بساطة هعمل أند ما بين الإكس داش دي وما بين الزد دي. مين يعرف يعمل لي الاند؟ اظن الاند والاور ده اسهل حاجه نعملها، صح؟ هناخد القيمتين دول صفر وواحد على اند بصفر اهي، واحد وواحد على اند بواحد اهي، صفر وواحد على اند بصفر، واحد وواحد على اند بواحد، صفر 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 صفر. يبقى انا كده رصيت الاكس داش زد. بالمثل هعمل ايه يا شباب؟ قال لك بالمثل هعمل ال x y داش. انا هعمل اند ما بين ال y داش دي اللي بالبربل دي وما بين ال x ده. لو تلاحظ دلوقتي ال x هنا ده كله صفر، صفر مع اي حاجه على اند بصفر، طلعت الاربعه دول بصفر. وبعدين واحد مع اي حاجه طلع الحاجه دي، يبقى واحد مع واحد طلع واحد، واحد مع واحد على اند يطلع واحد، واحد مع صفر على اند يطلع صفر، واحد مع صفر على اند يطلع صفر. كده انا عملت ايه يا شباب؟ كده حضرتك قدرت تعمل الجزئيه دي تطلعها كقيمه، والجزئيه دي تطلعها كقيمه. حلو الكلام؟ خد الجزئيه الاولى دي والجزئيه الثانيه دي مع الواي على اور. يبقى هاخد ده وهاخد ده مع الواي على اور. الاور دي سهله، بتطلع واحد لو احد القيم بواحد. اول ثلاث قيم هنا بصفار، صفر وصفر وصفر على اور يطلع صفر. وبعدين هنا ده صفر بس ده واحد يطلع واحد، ده واحدين اطلع واحدين. هنا الصف ده ال x y داش هو اللي بواحد اطلع واحد، هنا الصف ده ال x y داش برضو بواحد اطلع واحد، هنا الصفين دول ال y بواحد اطلع واحد في الصفين دول. يبقى اذا ده ال overall truth table اللي فيه x و y و z وال function f اللي انا عايزها. اوكي يا شباب، حد عنده اسئله؟ حد عنده أسئلة يا شباب؟ طيب، في طريقة أسهل من دي يا دكتور؟ أقول لك أه، أسهل سنة صغيرة، بإني ما أجيبش الإكس داش ولا أجيب الواي داش، أحذفهم خالص؟ أه. طب أمال أعمل إزاي إكس داش زد؟ هقول لك إكس داش زد دي عبارة عن إيه؟ شايف قدامك كده الإكس داش زد دي عبارة عن دالة إيه؟ آند، صح؟ الآند دي ليها نيتشر جميل قوي، بتطلع صفر 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 واحد لما يبقى الدخل بتاعها بواحد. ايه رايك اروح اشوف الاند دي بتطلع واحد امتى، ارسمه غير كده يبقى بصفار، وارص صفار وانا مغمض. حلو الكلام؟ مين يقول لي بقى الاند دي تطلع واحد امتى؟ عايز حد منكم يجاوب. لما الاكس بصفر والزد بواحد. الله ينور عليك، عشان هتتنفي دلوقتي تطلع لي مكانها مكان النفي واحد والزد بواحد.
روح على الترو ستيبل شوف الاكس بصفر والزد بواحد امتى. ادي زد بواحد واكس بصفر في الصف ده وكمان في الصف ده فقط لا غير، صح؟ هيبقى دول هم الصفين اللي فيها الاكس داش زد بوحيد غير كده بصفار. خلصت. بالمثل اكس واي داش بتطلع واحد امتى يا شباب؟ واحد بتطلع صفر. واحد امتى؟ لما الاكس لما الاكس بواحد والواي بصفر. واحد والواي بصفر، الله ينور عليك. هنروح نشوف الاكس بواحد امتى في الاربعه دول. اصبر اصبر، ما هو مش الاكس بواحد بس، الواي بقى بصفر فين؟ قال لك في الصف ده وفي الصف ده، هم دول الصفين اللي هيبقى فيهم القيمتين دول بوحيد غير كده بصفار. خد ده وده على الواي وطلع الاف بتاعتك اللي انت عايزه على دالة اور، طلع الاف بتاعتك اللي انت عايزه. اوكي يا شباب، حد عنده مشكلة يا شباب في الشرح ده؟ لا تمام يا دكتور. طيب جميل جدا، ناخد السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده على نفس الفكرة، أنا عندي الفانكشن دي كام انبوت؟ ها يلا يا شباب كام انبوت؟ تبان من اسم الفانكشن. لو دي ما ثلاثة. كانتش موجودة ثلاثة، لو دي ما كانتش موجودة كنت هتروح تعد هنا ايه الانبوتس اللي عندك، اكس وواي، الاكس ده اتذكرت مرة خلاص، وزد، يبقى ثلاثة انبوت. ارسمها ازاي؟ قال لك بكل بساطة انت هتعمل دالة اكس اور الأول ما بين اكس وزد داش، اهي ادي الزد داش وادي الاكس، عملت الاكس اور بتاعتها طلعت اكس اكس اور زد داش. هاخدها بقى الخارج بتاعها ده على الاكس كمان مره على الواي على دالة اور اهي، يبقى انا طلعت الفانكشن بتاعتي. بعد ما برسم الكلام ده هعمل ايه يا شباب؟ قال لك هتروح تعمل الترو ستيبل. الترو ستيبل بتاع الكلام ده عبارة عن أنا عندي 3 inputs x y z، يبقى 8 احتماليات أرصهم بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. وبعد ما بنرصهم نروح نقول له أنا محتاج أجيب زد داش. طب الزد كان 0 1 0 1 0 1 0 1 زي ما حضرتك شايف كده، يبقى ده 1 0 1 0 1 0 1 0. خلاص خلصتها. هتعمل ايه بعد كده؟ قال لك هتعمل اكس اور ما بين الزد داش ده وما بين الاكس. الاكس اور ده يا شباب مراجعه بسيطه كده عليه، الاكس اكس اور واي ده شكلها هي عباره عن اور بس في هاله كده قبلها، ده اللي بيميزها عن الاور العاديه، اكس وواي، واطلع خارج بزد او اطلع خارج باف مش فارق. تعال نعمل الترو ستيبل بتاعها. قال لحضرتك الاف اهي وادي الاكس وادي الواي. لو انا بقول عندي 2 انبوتس هيبقى 4 احتمالات، 0 1 0 1 صفرين واحدين. الدايره دي بتطلع خارج بواحد امتى؟ قال لك بص لما اعد في الانبوت عدد الوحيد والاقيه فردي، اللي انا بقول لك عليه ده الجنرال كيس. لو عندك 2 انبوتس او 3 انبوتس او 4 انبوتس تعرف تطبق عليها على طول، هتعد عدد الوحيد وتشوفه فردي ولا لا، لو فردي يطلع خارج بواحد، لو زوجي يطلع خارج بصفر. اوكي طيب تعال نشوفه دلوقتي. صفر وصفر عدد الوحيد هنا كام يا شباب؟ مفيش وحيد خالص، اللي هو زيرو، والزيرو ده عدد فردي ولا زوجي؟ زوجي. زوجي. يبقى هطلع خارج بصفر. هنا عدد الوحيد في الصف ده كام؟ واحد، والواحد ده فردي، هطلع خارج بواحد. هنا واحد صفر بواحد،
هنا واحد واحد، عدد الوحيد وحدين، هطلع صفر. دي دالة الاكس اور يا شباب. او لما بيبقى عندي تو انبوتس فقط لا غير، بنبسط على نفسنا شويه ونقول بتشوف لو التو انبوتس متشابهين بتطلع صفر، لو مختلفين بتطلع واحد. اهو متشابهين اطلع صفر، متشابهين اطلع صفر، مختلفين اطلع ايه؟ واحد. دي الاكس اور بتاعتنا. اوكي طيب، لو هروح اقرا بالمثل بقى، يلا عشان هنستفيد بيها في السؤال الجاي. لو هروح اقرا الداله بتاعتي هقراها ازاي؟ الفانكشن اف دي عايز اكتبها كمعادله بدلاله الاكس والواي. هي بتتكتب اكس اكس اور واي، بس انا عايز اعملها بدلاله الاند والاور والانفرتر والدوائر الاساسيه دي. بقول له اقرا امتى هو بواحد؟ لما يكونوا متشابهين يا دكتور بيطلعوا واحد. ماشي، امتى بقى؟ في الحاله دي او الحاله دي؟ يعني هتقرا ترمين بينهم وبين بعض علامه الاو الاور دي. يعني الترم الاولاني المين ترم اللي هنا، المحاضره بقى اللي انتوا شفتوها، المين ترم ده يتقرا ازاي؟ هيبقى اكس داش في واي. انا المين ترم ده بيتقرا ازاي يا شباب؟ تخلي الانبوت كله يتحول يبقى واحد. فالاكس لو انت ملاحظ دلوقتي هنا قيمتها كانت ايه؟ صفر. عشان تبقى واحد لازم تتقلب، عشان كده حطيت عليها داش. طب والواي قيمتها ايه يا شباب؟ واحد. سيبها زي ما هي فتتقري واي زي ما هي، وتقراها على داله اند اكس داش واي. طب الترم اللي بعده اكس واي داش. واي داش. تمام جدا. يبقى المعادله بتاعتها عباره عن ايه؟ عباره عن انت حضرتك لو عندك اكس وواي على اكس اور، عباره عن ان باخد واحد منهم انفي واثبت الثاني، زائد اللي كان منفي هنا اثبته، واللي كان مثبت انفيه. يبقى بنقول عليها منفي في مثبت زائد مثبت في منفي. ده يكافئ ايه؟ يكافئ اكس اور ما بين التو فاريبلز المثبتين. هو المثبت الاولاني كان مين؟ كان اكس، والتاني كان ايه؟ كان واي. عباره عن اكس اور ما بين اكس وواي. حلو الكلام ده يا شباب؟ يبقى دي المعادله بتاعتها نكون حافظينها عشان هنستخدمها كتير قوي. اكس اكس اور واي عباره عن ايه؟ اكس واي داش زائد اكس داش واي، منفي في مثبت زائد مثبت في منفي. اوكي طيب، تعال نرجع لمسالتنا تاني. المساله بتاعتنا تاني عايزين نجيب اكس وزد داش على اكس اور. ادي زد داش وادي اكس. يلا يا شباب، صفر وواحد على اكس اور بواحد. طب صفر وصفر على اكس اور صفر، صفر وواحد على اكس اور واحد، اللي بعدها صفر وصفر بصفر، اللي بعدها واحد وصفر على اكس اور، سوري واحد مش واحد وصفر، واحد وواحد على اكس اور بصفر، واحد وصفر على اكس اور بواحد، واحد وواحد على اكس اور بصفر، وبعدين واحد وصفر على اكس اور بواحد. بعد ما انا جبت الاكس اكس اور زد داش ده، هاخده مع الاكس مع الواي على داله اور، واطلع الفانكشن بتاعتي اف. الاف ده هيبقى بخارج بواحد امتى؟ لو احد القيم دي كلها بوحيد، يعني في الصف الثالث هنا والرابع واللي تحت كله وكمان في الصف الاول. يبقى الوحيد اللي هيبقى بصفر امتى؟ الصف الثاني، اهو الصف الثاني الوحيد اللي بصفر، والباقي كله بايه؟ بوحيد زي ما حضرتك شايف. اوكي يا شباب؟ طيب اوكي، السؤال اللي بعده
برضو نفس الكلام، بس هنا الاختلاف ان انا عندي four inputs، فبالمثل هعملها بقول ان انا عندي w x y و v اهم. هعمل الاول الاور دي اهي x x o x و y على اور، بعد كده هدخلها اندد مع v داش، هعمل لها اند اهي مع قيمة v داش، بعد كده هدخلها على اور مع الدايرة دي مع ال v مع ال v مع الدايرة اللي هرسمها دلوقتي اطلع ال f. طب الدايرة اللي عايزة تترسم دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اند ال v وال w داش. علشان ارسم الاند ما بين ال v وال w داش، عملت الاند اهي، دخلت لها ال v وال w ادخله على الانفرتر اجيب ال w داش. يبقى دي الرسمه بتاعتنا. بالنسبه للتروث تيبل، الاختلاف الوحيد دلوقتي هيبقى ان انا عندي فور انبوتس w و v و x و y. يبقى المفروض ما دام عندي فور انبوتس يبقى ليا كام احتمال؟ 16 احتمال. الاولاني بيترص 0 و 1 0 و 1 لحد ما 16 يخلصوا، اللي بعدها صفرين وحدين لحد ما 16 يخلصوا، اللي بعدها 4 اصفار 4 وحايد 4 اصفار 4 وحايد، اللي بعدها 8 اصفار 8 وحايد لحد ما 16 احتمال يخلصوا زي ما حضرتك شايف كده. بعد ما بنرص الرصه دي هنروح نجيب ال v داش. ال v كانت 8 اصفار 8 وحايد، يبقى ده 8 وحايد 8 اصفار. نجيب ال w داش، ال W كان 4 أصفار 4 وحايد 4 أصفار 4 وحايد، يبقى ده عكسها 4 وحايد 4 أصفار 4 وحايد 4 أصفار. وبعدين بعد ما جبت الكلام ده كله هروح أجيب X و Y على أور. X و Y على أور يا شباب هتلاحظ إن هو 0 و 0 على بصفر، 0 و 1 بواحد، 1 و 0 بواحد، 1 و 1 بواحد أهم. بعد كده هتلاقي الكلام ده بيتكرر، صفر صفر بصفر، صفر واحد بواحد، واحد وصفر بواحد، واحد وواحد بواحد، هتلاقي الكلام ده بيتكرر على طول. سوري انا بقى دكتور في حته ثانيه اهي اهي، بيتكرر تاني بيتكرر تاني. اوكي اللي انا كنت بشاور عليه ده اللي تاني. طيب بعد ما جبت اكس وواي على اور هروح اعمل ايه؟ هروح اضربها في في داش، هاخد دي واعمل لها اند مع في داش. فلو تلاحظ صفر هنا اند مع اي حاجه بصفر، هنا بقى واحد اند مع القيمه دي تطلع زي ما هي، طلعتها زي ما هي. عايز اجيب كمان في اندد مع دبليو داش. طب في و W داش يطلعوا واحد بكام؟ الاند دي لو V بواحد ها وال W بصفر صح؟ طيب ال V بواحد هنا في المنطقة دي كلها وال W بصفر في المنطقة دي بس، يبقى التقاطع ما بينهم اهو الأربع قيم دول، الأربع قيم دول هما اللي هيطلع فيهم وحيد، والباب ايه؟ زي ما حضرتك شايف كده بصفار. بعد ما عملنا الكلام ده هقول ان الاف عبارة عن ده وده، واظن في حاجة كمان اطلع اشوفها بس، والفي يبقى ده وده والفي على دالة اور. فما دام على دالة اور ده بوحيد اساسا، واحد اور مع اي حاجة بواحد. بعد كده بقى اروح اعمل الاور صفر وصفر بصفر، صفر وواحد بواحد 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 بصفر بواحد بواحد بواحد، اصبح عندي الاف كلها بقت موجودة عندي. اوكي يا شباب، الخطوة الاولى في اي مسألة يا شباب هتبقى بالنسبة لكم اعمل التروث تيبل.
لو عملت الترو ستيبل غلط بقيه المساله كلها هتبقى غلط. فنركز واحنا بنعمل الترو ستيبل يا شباب. انا كده شرحت معاكم بالهداوه خالص باكتر من طريقه علشان تعرف تعملها بطريقه من الطرق دي. حد عنده اسئله؟ طيب جميل قوي. لا السؤال الثاني، شكرا يا شمس. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول ايه؟ بيقول عندك السيركت اللي انا مديك شكلها دي. السيركت دي يا شباب عباره عن ايه؟ كام انبوت الاول؟ روح قول لي كام انبوت. مين يقول لي؟ كام؟ ستة. أربعة. ستة ليه؟ الانبوت اللي تعد مرة ما يتعدش تاني. تعال W X، الـ X ده عديته مرة خلاص، Y Z، يبقى أربعة انبوت. يبقى أنا عندي دلوقتي كام انبوت؟ أربعة انبوت. لو هطلب منك تعمل جدول التحقيق اللي هو التروث تيبل هيبقى كام احتمال؟ 16 احتمال. هقول لك الخطوة رقم واحد هطلبها من حضرتك، اقرا الفانكشن اف. الاف دي بكام؟ هتقول لي سهل، همشي ورا الدايرة دايرة دايرة. الدايرة الأولانية دي دخل لها ايه؟ دبليو اكس، وهي بتعمل عملية اور، فخرجها يتقري دبليو اور اكس. حلو الكلام؟ الدايرة اللي تحت دي داخل لها ايه؟ داخل لها اكس وواي، اهي اكس وواي. هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل اور وتاخد الخارج كله تنفيه. هو ده رمز النور. الدايرة اللي تحت دي بتعمل ايه؟ داخل لها واي وزد، داخل لها واي وزد. هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل اند ما بينهم وتنفي الخارج كله على بعض. هاخد اللي طلع هنا واللي طلع هنا فوق على دايرة اند، خدت الترمين حطيت بينهم وبين بعض علامة الاند. هاخد بقى اللي طلع فوق ده كله على بعضه على دايرة اكس اور، اهو خدته كله على بعضه على دايرة اكس اور مع اللي تحت ده اهو. يبقى اللي طلع لي ده عبارة عن ايه يا شباب؟ الفانكشن بتاعت اف. فيها مشكلة ان انا اقدر اعرف او اقرا قيمة الاف اللي هو الفانكشن بتاعتها اللوجيكال اكسبريشن بتاعها. اظن سهل. بعد ما عملت الكلام ده بدأ يطلب مني اعمل الترو ستيبل. اعمل الترو ستيبل. عشان اعمل الترو ستيبل شكل زي ده ممكن ما يبقاش سهل بالنسبة لي ان انا اشتغل عليه. الشكل ده اللي انا هشاور لك عليه دلوقتي حالا، الشكل ده ممكن ما يبقاش سهل ان انا اشتغل عليه. ممكن لو عايز تشتغل عليه على طول اشتغل عليه على طول، مش هيجرى حاجة يا دكتور. نعم. ممكن نضرب الاقواس ونختصرها. اه ما احنا هنعمل كده دلوقتي علشان غالبا لو انا هجيب لك حاجة زي كده هجيبها لك مرتبطة بكارنوف ماب اللي هي المحاضرة بتاعت الأسبوع ده اللي هقول لكم على الفيديوهات بتاعتها وهنتناقش فيها في السكشن الأسبوع الجاي. طيب كارنوف ماب ده عشان يشتغل وتقدر تشتغل عليه لازم توصل للشكل اللي تحت ده، sum of product، اللي هو انهي؟ اللي هو ترم اند وترم اند وترم اند وترم اند وترم اند وترم اند، ترمات كلها اندد ومتجمعه على ايه؟ على اور. ده اسمه سام عشان متجمعه اهو، اوف برودكتس، شويه برودكتس شويه حاجات مضروبه اجمعها بينهم وبين بعض بايه؟ بجمع اللي هو اور. لازم اوصل للشكل ده عشان اعرف اشتغل على كارنوف ماب بسهوله. لو ما وصلتش له مش هتعرف تشتغل على كارنوف ماب. وكارنوف ماب اللي هشرحها اللي هنتناول المسائل بتاعتها باذن الله الاسبوع الجاي، من غيرها حضرتك ما تدخلش الامتحان. لو انت ما بتعرفش تشتغل على كارنوف ماب ما تدخلش الامتحان، هتلاقي الامتحان كله كارنوف ماب، علشان ده زي ما بنقول كده اللي بنستخدمه في كل المسائل، ده البلوك اللي كل المسائل لازم تستخدمه. اوكي طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هقول لك هلجأ لحاجه لسه انا معرفها لك من شويه، اكس وواي على اكس اور. كانت بتتكتب ازاي يا شباب؟ كنا بنقول
واحد مثبت في الثاني منه داش واي صح زائد اللي كان مثبت في الاول انفي واللي كان منفي في الاول اثبت. حلو الكلام. يلا نفك ده بنفس الطريقه. هقول ان ده الترم الاولاني وما تزعلش ان انا سوري بلاش بالاحمر وما تزعلش ان الترم كبير كده ما تقلقش هيتبسط دلوقتي. وده الترم الثاني. هاخد الترم الاولاني احطه فوقه نافي زي ما حضرتك شايف كده واخد الترم الثاني زي ما هو اضربهم في بعض اهو وبعدين زائد. عملت الزائد. الترم الاولاني زي ما هو انا كنت نافي في الاول فالمره دي خده زي ما هو والترم الثاني حط فوقه نفي فبقى فوقه ايه نفيين. حلو الكلام يا شباب. حد عنده مشكله في دي الاول شباب؟ حد عنده مشكله في دي؟ لا تمام يا دكتور. طيب نكمل. نكمل باستخدام ايه؟ دي مورجان. دي مورجان لو. النفي الكبير ده لما اجي اوزعه على اي حاجه تحتيه كل متغير ياخد نصيبه بس لو في عمليه اند تتقلب تبقى اور ولو عمليه اور تتقلب تبقى اند. يلا بقى نكمل. W يبقى اسمها W داش وده X داش وده بينه وبين بعض اند. والاند دي تتقلب تبقى اور. دي تبقى ايه؟ X داش اندد مع Y داش اهي. وبعدين النفي خلص الحمد لله. لسه النفي ده عايز اوزعه على اللي تحتيه اقول له واي داش وزد داش بدل ما كان بينهم من بعض اند هيبقى عباره عن عمليه ايه دلوقتي؟ اور. حلو الكلام. طيب الجزئيه دي كده خلصت اهي هنرجع لها دلوقتي كمان شويه. إيه تعالى بقى نبسط دي. قوسين بيتضربوا في بعض عادي خالص W في X ب W X W في Y ب W Y وبعدين X في X. X في X بإيه يا شباب؟ X صح. X في X بإكس X أهي وبعدين X في Y ب X Y ده كله هينضرب في ايه؟ Y زد عليها نفيين. مش انا عارف ان نفي النفي اثبات اكنهم ما لهمش لازمه. أنا عملت كده دلوقتي شلت النافين دول واحد طاير التاني بس خلاص. تعال نبص هنا في تبسيط جميل ممكن تعمله الحاجات اللي أنا معلم تحتها بالأزرق. لو أخدت الإكس عامل مشترك يتفضل لي إيه؟ من الترم الأولاني يتفضل دبليو. من الترم الثاني يتفضل واحد. من الترم الثالث يتفضل واي صح؟ واحد أور مع أي حاجة بيه يا شباب؟ واحد يعني ده كله اقدر اعمل له ريدكشن لايه؟ لاكس. يبقى اكن دي اتحذفت خلاص واكن دي اتحذفت وفضل لي الاكس ده. حلو الكلام؟ طيب تعالى بقى نروح هنا اضرب بقى اضرب يا شباب. دبليو داش اكس دبليو داش اكس داش في واي داش يديني دبليو داش اكس داش واي داش. دبليو داش اكس داش في زد داش اديني دبليو داش اكس داش زد داش. وبعدين قال لك بعد كده اهو اكس داش واي داش في واي داش يديني ما انا عارف ان الواي داش نفسها في واي داش هتديني واي داش. يعني اكس داش واي داش مضروبه في واي داش هتديني اكس داش واي داش بس خلاص خلص. مش هكتب الواي داش مرتين. طب اكس داش واي داش في زد داش يديني اكس داش واي داش زد داش زائد ايه؟ زائد دبليو واي مضروبه في واي زد. يبقى ده عباره عن ايه؟ دبليو واي في واي واي في واي بواي يبقى دبليو واي زد زائد اكس في واي زد اكس واي زد. بعد ما حضرتك طلعت الكلام ده هو ده الشكل اللي احنا هنشتغل عليه. هي دي الاف بتاعتنا اللي بكل سهوله اقدر اعمل الترو ستيبل بتاعها. اوكي يا شباب هنتعلمها دلوقتي نعملها بالشكل الطبيعي اللي احنا متعلمين عليه
اللي هو اروح اجيب الاند دي الاول والاند دي بعدها ودي بعدها ودي بعدها ودي بعدها ودي بعدها وبعدين اعمل الاور. الله، ده الموضوع مش سهل قوي، ده الموضوع طويل. حتى الان حتى لحظتنا مساله زي دي طويله انك تعمل بيها الترو ستيبل، بس باذن الله المحاضره او السكشن الجاي بعد ما تسمعوا المحاضره اللي انا هنشرها بتاع الكارنوف ماب، بكل بساطه في ثانيه لو معاك الشكل ده تعرف تعمل الترو ستيبل بتاعها باستخدام كارنوف ماب. يبقى كارنوف ماب ده بنستعين بيه في اني اعمل ترو ستيبل، او اساسا المين بيربوس بتاعه انه يجيب المينيمال فورم بتاع اي لوجيكال اكسبريشن عندي. اوكي، الجزئيه اللي بعدها لو معاك المعادله اعمل الترو ستيبل. هتقول لي ايه؟ هتقول لي سهل، ده بيطلع واحد امتى؟ ها، واحد واحد كده يرد عليا دبليو داش اكس داش. لو كل لما الدبليو لف لما انا اول حاجه رصيت الاربع انبوت، سيبك من اللي على الشمال ده دلوقتي، و بقول دلوقتي ده بيطلع واحد امتى لو الدبليو الاكس والواي بصفار. الدبليو والاكس والواي بصفار هنا في اول صفين، طلع واحدين والباقي صفار. طيب اللي بعده اكس داش واي داش، سوري دبليو داش اكس داش زد داش، يطلع واحد امتى لو الدبليو ده بصفر والاكس بصفر والزد بصفر؟ دبليو بصفر هنا، الاكس بصفر امتى؟ هنا، الزد بصفر هنا وهنا. يبقى التقاطع ما بين الثلاث رسومات دول هيبقى في الصف الرقم واحد او الصف الاول والصف الثالث، بوحيد والباقي بصفار. طيب اللي بعده اكس داش واي داش، انت بواحد امتى؟ قال لك لو الاكس بصفر والواي بصفر. هيبقى بصفر امتى يا دكتور؟ اقول لحضرتك حالا نشوف. هيبقى بصفر، اكس بصفر فين؟ في الاربعه دول وفي الاربعه دول. الواي بصفر امتى؟ هنا وهنا. انا مش هروح اقول لك في المنطقه دي كمان، والمنطقه دي ملهاش لازمه، مش متعلم فيها الاكس اساسا. يبقى هنا بواحدين وهنا بواحدين، غير كده بصفار. طيب زيها الاكس داش واي داش زد داش، لما الاكس والواي والزد بصفار، الاكس والواي والزد بصفار يعني هنا وهنا، اطلع واحدين والباقي صفار. زيها الدبليو واي زد، لما الدبليو والواي والزد بوحيد، الدبليو والواي اهم، سوري دبليو واي زد وحيد اهم، دبليو والواي والزد وحيد، والواي والزد بوحيد مع الدبليو، اطلع واحد هنا وواحد هنا. اخر واحده اللي هي اكس واي زد بوحيد، اكس واي زد دي بوحيد، لو اهم دول بوحيد اهم اكس واي زد، او دول بوحيد اكس واي زد. يبقى بعد ما عملنا الكلام ده كله على بعض هعمل اور، اي حته فيها اي ترم من الترمات دي كلها بوحيد اطلع واحد. لو تلاحظ هنا بواحد، هنا بواحد، هنا بواحد، دول لا، هنا بواحد، واحد واحد دي لا، واحد دول لا، الاخير بواحد. بعد ما تعمل الكلام ده هتشطب ده كله وتسيب ال w x y z مع الفانكشن f، يبقى ده الترو ستيبل بتاعك. حلو الكلام. هبدا اسالك دلوقتي واقول لك بعديها بقى، ما تقول لي الانست عبارة عن ايه، وتجيب لي الكانونيكال صم عبارة عن ايه، وترسم هالي. ما تقول لي الاوفست عبارة عن ايه، وتجيب لي الكانونيكال برودكت عبارة عن ايه، وترسم هالي. فتقول لي عشان اقول لك مين الاون، اون يعني الخارج بواحد يا شباب، اون من الاخر يعني الخارج بواحد، هنا وهنا وهنا وهنا، واوف يعني الخارج بصفر. لازم ارتب او ارقم الصفوف دي كلها،
فرحت دلوقتي انا لو عندي 16 احتمال هتلاقي القيم اللي معمول لها ريبريزنتيشن قيمها الباينري دي من 0 لحد 15. فهبدا على طول ارقم التروث تيبل بدايه من 0 1 2 3 وهرقم بالترتيب لو انت راصص بالطريقه اللي انا قايل عليها اللي هي دي 0 1 0 1 0 1 0 1 4 0 4 1 8 0 8 1. لو انت ماشي بالطريقه دي هتلاقي ان القيم بتاعتك مترتبه من 0 لحد كام دلوقتي؟ لحد 15. وبعدين بعد ما عملت الكلام ده تروح تقول لي مين اللي اون؟ هتقول لي رقم 0 ورقم 1 ورقم 2 ورقم 7 و8 و9 ورقم 11 ورقم 15. دول الاون. مين اللي اوف غير كده؟ اللي هي اللي هو هيبقى كام؟ رقم 3 و4 و5 و6 و10 و12 و13 و14. يبقى ده اوف ست، واللي كان في الاول ده اون ست. حلو الكلام. الاون ست بكتبها على سيجما، قبلها رمز سيجما، على اكس او على دبليو. احط المتغيرات هنا دبليو اكس وواي وزد، واحط الاون ست بتاعتي هنا اللي هي تبقى صفر وواحد واثنين وسبعة وثمانية وتسعة وحداشر وخمستاشر. ده الاون ست، كاتبها على انها ماثيماتيكال ريليشن. الاوف ست يا شباب بكتبها على دالة باي، برضو هحط الانبوت بتاعي عبارة عن دبليو اكس واي زد، واقول له هو رقم كامل اوف ثلاثة. اللي مش اون يبقى اوف، ما هو معكوسة، يا اون يا اوف، فاللي مش اون هيبقى اوف على طول. ثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة و12 و13 و14. المسألة دي يا شباب تيبيكال تيبيكال بروبلم فروم اكزامز. اوكي طيب، الاون ست دي عبارة عن ايه؟ هروح اقراها ك كانونيكال سام، او ممكن نقول عليها سام اوف برودكت. الاوف ست ده هروح اقراه ككانونيكال برودكت، او اقول عليه برودكت اوف سام. اقرا ازاي؟ مين يقرا معايا؟ اقروا كده معايا يا شباب. هقرا الترم الاول رقم صفر ورقم واحد ورقم اثنين اللي هم دول. انا الخارج بواحد صح؟ يبقى اقرا مين ترم. مين ترم يعني زي ما احنا كنا متعلمين من شويه، هقراها على داله ان بحيث الانبوت كله يبقى بوحيد واطلع خارج بواحد. يلا اقرا كده الترم الاولاني ده. مين يقرا؟ هنقول دبليو داش دبليو داش اكس، تمام، وفي انت اكس داش، ماشي، انت واي داش، ماشي، وبعد كده هننقل بقى لواحد. لسه انبوت، رميت الزد ليه؟ دبليو داش داش واي داش واي داش داش ست داش برضه عشان صفر. ده الاول بصفر. اللي بعده هنقول دبليو داش دبليو داش اكس اكس داش واي داش واي داش ست. اللي بعده هتبقى دبليو داش دبليو داش اكس داش اكس داش واي زد داش. اللي هنا ده انا بروح على الخارج امتى بواحد؟ اقرا المين ترم بتاعه اللي هو ده، والاثنين اللي دبليو ده. ده هيبقى ايه؟ دبليو دبليو داش تمام اكس واي زد واي واي زد زد. واللي تحته هيبقى دبليو دبليو اكس داش اكس داش واي داش ست داش. واللي تحت هيبقى دبليو دبليو اكس داش اكس داش واي داش واي
داش ولا واي؟ دي واي داش ماشي، وبعدين لا واي داش زد، هيبقى زد لسه دي اللي هي دي، وبعد كده هتبقى تابيو اكس داش اكس داش واي واي زد زد واي الاخير دبليو هتبقى تابيو اكس واي زد واي زد. ايه رايكم الترمات دي كلها عايز اجمع بينهم، اجمع بينهم باشاره مخالفه. ليه اشاره مخالفه؟ اصلا انا دلوقتي لو عندي اكس واي في دبليو زد، لو حطيت بينهم وبين بعض نفس الاشاره بقى ترم واحد، ما عرفتش افرق بينهم، فلازم افرق بينهم باشاره مخالفه. فبقى اتقال عليها ايه؟ اتقال عليها سم اوف مجموع لحاجات مضروبه في بعضها. يبقى لما يطلع لي سم اوف برودكت، او عايز سم اوف برودكت بعمل ايه؟ بروح على الخارج اللي اسمه اف ده، اقرا المين ترم بتاعه واجمعهم باستخدام اور ما بينهم، يبقى ده طلع لي السم اوف برودكت لحد ما اخلص كله على بعض. تمام. طب لو عايز برودكت اوف سم، لا برودكت اوف سم اصبر عليا سنه صغيره، تعال نمسح دول او تعال نكلير كله. وبرودكت اوف سم، برودكت اوف سم ده بقول له انا ببقى مهتم بالاصفار، مين بقى الداله اللي بتطلع صفر في حاله وحيده؟ هي دايره الاور. عشان تطلع صفر لازم الانبوت بتاعها كله يبقى بايه يا شباب؟ يبقى بصفار. فهو ده الماكس تيرم. الماكس تيرم انا بخلي الانبوت اقراها على داله اور، الانبوت ده بقراها على داله اور، بحيث الدخل كله يبقى بصفار عشان اطلع خارج بايه اللي انا مهتم بيه؟ صفر. بتعالى واحد تاني بقى يقرا معايا، هنقرا الماكس تيرم بتوع دول وبتاع دي وبتاع التلاته دول كل واحد لوحده. يلا الاولاني ده يبقى عباره عن دبليو دبليو اكس، لا مش دبليو اكس، دبليو زائد يا باشا اور يا باشا، دبليو زائد اكس زائد الاكس زائد الواي زائد الواي داش عشان يقلب يبقى صفر صح، زائد الزد داش عشان يقلب يبقى صفر. خلص خلص الاولاني، جميل قوي، حط في قوس كده. اللي بعده ها دبليو زائد اكس داش اكس داش داش زائد الواي زائد الزد داش زائد زد زائد زد كده حلو، الله ينور عليك. زائد اللي بعده دبليو زائد اكس داش دبليو زائد اكس داش اكس زائد الواي زائد الواي زائد الزد داش زائد الزد داش. اللي بعده دبليو دبليو زائد اكس داش زائد اكس داش زائد الواي داش زائد الزد زائد الزد. طب اللي هنا ده اللي هم دبليو داش دبليو داش دبليو داش زائد الاكس زائد الاكس زائد الواي داش زائد واي داش زائد زائد الزد. الثلاثة الأخر بالمثل يا شباب عبارة عن إيه؟ يلا نكتبهم بسرعة كده. دبليو داش زائد إكس داش دبليو داش زائد إكس داش زائد واي زائد الواي زائد الزد زائد زد، وبعدين دبليو داش زائد إكس داش زائد واي زائد زد داش، وبعدين زد زائد إكس داش زائد الواي داش زائد زد زائد زد. لا يا شباب عباره عن ايه؟ دوائر اور، لما اجي اربط بينهم في معادله اربط بينهم باشاره مخالفه اللي هي هتبقى عباره عن الايه؟ الاند، ما بينهم ما بينهم ما بينهم ما بينهم اند، يبقى اسمها برودكت لشويه سمز، برودكت اوف سمز. اوكي، يبقى دلوقتي يا شباب اللي انا دلوقتي شرحتها لكم ان احنا نقدر نجيب الاونست ونكتبها على سيجما ونعرف امتى الخارج بوحيد، واقدر اكتب الفانكشن بتاعتها كمين ترمات واجمعهم باور، يبقى كده جيت كانونيكال سم اوف برودكت او سم اوف برودكت او كانونيكال سم. كانونيكال يعني ايه؟
يعني كل ترم انا قاريه في الاربعه انبوت بدون اختصارات، كل ترم انا قاريه ظهر في الاربعه انبوت على طول بدون اختصارات. كانون كان معناها كده. ممكن اروح اقرا الاوفست على باي واجيب الكانونيكال برودكت او البرودكت اوف سام، كل ترم انا قاريه في الاربعه انبوت بدون اختصارات. بس ده ما دام كانونيكال برودكت، الترمات بتتقري على ماكس ترم، مش على منتر، مش على اور، مش على ان. طيب لو قلت لك ارسم دي هتقولي سهله، اند 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 متجمعين على اور. حلو الكلام. يبقى عملت الاندات اهي وجمعتهم على اور. بس انا قلت لك ارسمها باستخدام حاجه اسمها تو ليفل ناند. عايز الدوائر بتاعتك اللي بتستخدمها فقط لا غير هي عباره عن الناند. تقول لي ايه ده يعني ليه؟ اصل الناند هي اللي موجوده دلوقتي، يعني اتصرف. بقول لك حاضر، ناند دي معناها انها دالت اند على الاقل اند، والانفرتر ده انا هقدر اتصرف فيه ما فيهوش مشكله. فده اند سيبه زي ما هو، ده اند سيبه زي ما هو، ده اند سيبه زي ما هو، وده يبقى كل دول اندات سيبهم زي ما هم. امال هتتصرف في ايه؟ قال لك هتصرف في الاور الصريحه اللي قدامي دي. الاور دي مش عجباني. بدي مورجان لو، دي مورجان لو من على الرسمه انا قلتها لكم. لو عندي اند يتقلب يبقى اور، لو عندي اور يتقلب يبقى اند، وهتعمل ايه؟ وهتنفي كل من الدخل وايه كمان والخارج علشان تجيب الايكويفالنت لاي دايره. دي اور، المكافئ لها هيبقى ايه يا شباب؟ هيبقى ان. طب خلاص جبت المكافئ لها؟ لا، ما انت كده غيرت الفانكشن. عشان ارجع لنفس الوظيفه السابقه لازم انفي الخارج بتاعها وكل الدخل بتاعها. فلو تلاحظ الدخل ده اتنفى وده اتنفى وده اتنفى and so on. حلو الكلام حتى الآن؟ ايه رأي حضرتك؟ دي سلكة اهي، سلكة. النفي في أول السلكة، ايه رأيك لو أنا خدت النفي ده حطيته هنا؟ عملت حاجة؟ غيرت حاجة يعني في الأوبريشن؟ بدل ما النفي كان في آخر السلكة، هاخده أحطه في أول السلكة، فيها حاجة؟ مش نفس الأوبريشن؟ عادي. خلاص عادي جدا، هتعمل إيه حضرتك؟ هتاخد النفي الاولاني ده تروح تحطه ورا هنا كده، والنفي الثاني ده تروح تحطه ورا هنا كده، لحد النفي الاخير ده تروح تحطه ورا هنا كده. فبقى عندك النفي اللي كان هنا كله اتنقل لورا هنا كده. بقى الشكل ده عباره عن ايه؟ ناند. وبقى اللي هنا برضو عباره عن ايه؟ ناند. يبقى دلوقتي عشان احول او ارسم التو ليفل ناند سيركت اعملها ازاي؟ او الناند امبلمنتيشن، تعمل امبلمنتيشن فقط بناند، تعمل ايه؟ هتروح تقرا الوحايد، تطلع الكانونيكال سام اوف برودكت، ترسمها وتروح على الدائره الاخيره تجيب لها دي مورجان. جبت لها دي مورجان، تنفي دخلها يعني تقلبها من اور تبقى اند، وتنفي كل من الدخل والخارج، وتاخد النفي بتاع الدخل تحركه تحطه على الاند اللي قبلها فيبقى ناند. بس خلاص خلصت. بالمثل يا شباب، لما رحت قريت الاوفست قريتها ككانونيكال برودكت رسمتها، قال لحضرتك خلاص ارسمها ازاي؟ مين يقول لي؟ سهله اهو، اور واور 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 اور على ان. رسمت الاورز كلها اهي متجمعين على ايه؟ على ان. قلت لك لا اعملها لي نور امبلمنتيشن او تو ليفل نور، استخدم فقط نور جيتس. هتقول لي سهله، نور دي يعني على الاقل الدوائر اللي عندي تبقى اور، دي اور ما تغيرهاش، دي اور ما تغيرهاش، دي اور ما تغيرهاش، سيب دول زي ما هم عشان دول كلهم اور. امال هتغير مين؟ هتغير دي، دي اند، لا يا عم غيرها تبقى اور، وتنفي كل من الدخل كله والخارج كله، وتاخد النفي ده تحطه هنا، والنفي اللي بعده تحطه هنا، لحد النفي الاخير تحطه هنا. فاصبح دلوقتي الشكل بتاع اللي موجود عبارة عن دي كلها نور ودي كلها نور. اوكي يا شباب، حد عنده سؤال يا شباب؟ في اسئلة؟ لا تمام. ده اخر سكشننا النهارده.
بإذن الله يا شباب قبل ما نقفل هحط لكم على التيمز الحاجات اللي انتوا هتشوفوها عشان يوم الخميس الجاي في ميعادنا ان شاء الله الساعة 2 نتناقش فيها. لو عندكم استفسارات، لو ما عندكوش استفسارات نحل السكشن بتاعها على طول. اوكي، انا هكون مجهز محلول على الوورد كده ونشرح عليه على طول، والبي دي اف بتاع الحل ده هحطه على التيمز ان شاء الله. اي اسئله يا شباب؟ لا دكتور متشكرين، شكرا جزيلا يا شباب، شكرا جزيلا، اشوفكم الاسبوع الجاي واجازه سعيده. معلش بقى اني نزلتكم النهارده. يا سلام عليكم. وعليكم السلام.